ده أنبا برسوم العليان كان سر سعادة للتعبان الوحش اللي كان بيخوف الناس وكان يقول له يا صاحبي صاحبي صاحبك احنا مش عارفين نصاحب بعض تعمل جاهدا عشان تسعد التعبان اللي عايش معاك الحيوان المتوحش واحنا بصراحة ما بنعملش كتير عشان نسعد الناس اللي حوالينا يقول له شوف يا صاحبي شوف يا صاحبي الناس بيخافوا منك لما يجوا الناس امشي ولما يمشوا الناس تعالى علشان ناكل مع بعض وقداسة البابا كيرلس السادس ربنا ينيح نفسه ويعطي طولة العمر سيدنا قداسة البابا تودوس الثاني لما رأى ضبعة في البرية في الطاحونة بتلحس في بنجان الفنجان البن عمل لها فنجان بن وشرب الضبعة وقال لو انت الأخرى تحب البن عجب يا رب إن السعادة في القديسين كانت من حبهم لسعادة الآخرين ولا توجد سعادة إلا العطاء.